في نص الملعب دلوقتي بقى التشكيله الاساسيه اليو ديانج وعمر السوليه. التعاون مع عمر السوليه، عمر مريح بالنسبه لك في الملعب؟ اكيد اكيد. اللعب جنب لعيب ده زي عمرو السولية شيء مريح جدا، لان احنا الاثنين اصبح في بيننا تفاهم على ارضيه الملعب والامور ماشيه بشكل جيد، اصبحنا بنفهم بعض بالنظر. مع عوده حمدي فتحي وكريم ندفد، عندك قلق من انك ما تحافظش على مكانتك الاساسيه، ولا انت قادر بعد المستوى الرائع اللي انت قدمته ان تحجز مكان اساسي في النادي الاهلي؟ في البداية أتمنى أن الاثنين لعيبة يرجعوا بالسلامة وأشوفهم مرة تانية في الملعب وفورمة جيدة، لأن دي هتكون إضافة للفريق، ولكن لا ما أقدرش أتكلم عن وضعي في الفريق، هل هكون لاعب أساسي ولا لا، لان ده او هيتوقف على مين هيدي اكتر ومين هيأدي اكتر في التدريبات، وهو ده اللي هيدي قرار النهائي للمدرب. الاهلي وفرسه في بطوله افريقيا شايفه عامل ازاي في حاله استئناف البطوله، والاهلي في السيمي فاينال وعنده مباراه صعبه مع الوداد المغربي؟ كل الماتشات في بطولة أفريقيا بالتأكيد صعبة، والحمد لله احنا عملنا مسيرة جيدة لحد ما في ثمن النهائي، ودلوقتي احنا في قبل النهائي. كون ان احنا نوصل قبل النهائي ويكون حتى المنافس انه يوصل قبل النهائي، ده معناه ان كل الفرق اللي وصلت تستحق، وكلها فرق قوية بنحترم منافسينا في دوري الأبطال اللي احنا بنسعى أكيد ان احنا نفوزها، وخصوصا ان هي البطولة غايبة عن الأهلي بقالها عدة سنوات. أصعب لحظاتك مع الأهلي لحد دلوقتي يا ديان؟ بويا في عدة مواقف كتير، ولكن كنت بتعامل مع كل المواقف الصعبة بالصبر. أول ما جيت كان في مشكلة التكيف مع بيئة جديدة مع وضع جديد، ولكن اللي سهل الامور كان في ناس كتير حواليا كانت بتساعدني والتواصل مستمر مع الجميع. نسيت ان انا في بلد غير بلدي وبدات ان انا اتكيف، والحمد لله انا مبسوط هنا. شايف ازاي رحيل حسام غالي، حسام عاشور وبيلعب في نفس مركزك، وايضا شريف اكرامي واحمد فتحي؟ الفريق دايما بيمر عليه، في اي فريق كره قدم بيمر عليه اكتر من لاعب. لعيب حسام عاشور لعيب خبره، وهو اخذ القرار. وكلنا هنبذل كل الجهد عشان الفريق ما يتأثرش بأي رحيل وبأي غياب، ونتمنى له التوفيق في المرحلة اللي جاية وفي أي قرار هو ياخده، وأكيد كلنا هتتضافر الجهود عشان محدش يحس بأي بتأثير غياب أي حد هيمشي.